السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا أينما كنتم مشاهدينا الكرام. وكما كتلاحظوا الآن إن شاء الله حنا كنصوصوا البصلة لهذا الفلاح هذا. إن شاء الله عاد شدينا هذا واحد جوج ديال الهكتارات. والبصلة عنده تبارك الله كما كتلاحظوا بصلة شوية غليظة، ولكن هذه واخا هكاك هذه مزيانة. هي كان عليها تزرع شوية بكري، واحد السيمة واحد أسبوع أو 10 أيام كان عليها تزرع بحال دابا شوية، بحال اللي بصلاكم ما تزرعت شوية دقيقة كتيري دغيا مزيان فين كنحولوها. هذاك الشيء علاش بالنسبة للبصل كما كتلاحظوا دائما كتحاول توصل بصلاك والحبة كتفوق على حبة على خشا على هذه الطريقة هذه، ما تحاولش تكون مشروكي باش غدا إن شاء الله ملي غنزرعو غتكون البصلة مفركة حتى في الزرع كتطلق كتطلق في اليد. هذاك الشيء علاش خصك تسوسها، وحاول دائما المقرجة إلا كنتي كتسوس البصلة من ديك المقرجه خصك تجي يجي الخدام يزرع وغادي يصالح بحال هكا كتسمى ملوخه. هذه بحال هذه ما غاديش تنجح، حتى هي خصها كذلك خصها تحيد. وان شاء الله غدا ان شاء الله غادي نزرعوا هذا الفلاح هذا، وغنعطيكم عاوتاني كذلك الطريقه ديال الزرع ديال البصله شحال حبه غنديروا وكذلك السينتا. بزاف ديال الناس كيسولوني على السينتا، شنو هي السينتا اللي مزيانه، شحال كيدخل مرولو ديال السينتا في الهكتار. يعني غنعطيكم بزاف ديال المعلومات ان شاء الله ملي غنبداو هاد الزراعة د البصلة هاد الفلاح. حاول دائما تشوف شي شخص اللي كيسوسو مزيان، يحاولو ميكرجولكش البصلة معاك عارفين الثمن د البصلة هاد السنة هادي، وصل الثمن هادي راه كثر من 35 درهم للمتر. دابا ساعد خمسة د الناس شحال تيسوسو؟ إلا بغيتي تسوس هكتار على الأقل خصك واحد 14 خدام. حنا تبارك الله غير أنا وغاد هاد الأصدقاء أربعة بينا شدينا جوج كدارات تونس ان شاء الله. حنا هذا النهار حنا كنسوسو هذا الكميه اللي حيدنا تبارك الله شنو شحال. المهم كنحاولوا ان شاء الله نجتهدوا شويه باش غدا ملي نزرعوا تكون عندنا البصله. والاخ تا هو كتلاحظوا الضربه ديال البصله، حاول دائما ما تحسش ما تحسش المدره، حاول تشوف كروشي بحال هذا الكروشي هذا. هذا الكروشي راه زوين، البصله ما كتحيد داكشي اللي بغيتي. المدره الا كتكون فيها شويه الخدمه قاصحه واخا الله يحسن العوان هاد الصحاب اللي كيسوسوا هاد البصله، بيني وبينكم والله العظيم الا فيها تماله. كنت كنزرع انا كنصحاب لي الزريع كنقول له الزريع ما فيهش تماله، ولكن فيها السوسان د البصله والله الا فيه تماله. الله يحسن العوان اللي كيزرع اللي كيسوس هاد البصله هادي. دائما خذوا لو تلقاو شي حبات ما مسوسيش مزيان عاد روحوا لكل اللي كيسوسوا هاد البصله هادي راه فيها شويه ديال التماله والله العظيم. ما تريد الله غير قطعة. أيوة أيوة.